هو ايه علاقة الفنانة شريهان بأسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك وحكاية الابن اللي الشاب خالد مش راضي يعترف بيه؟ وايه القصة اللي بتطارد عايدة رياض طول الوقت؟ النهاردة هنفتح صندوق الأسرار ونحكي لكم قصص أول مرة تسمعوا عنها. تابعونا هنا في خمسة بالعربي. أحياناً ممكن تكون الشهرة ضد الإنسان في وقت من الأوقات، لأن كل واحد مشهور بتبقى الأضواء متسلطة عليه طول الوقت ومفيش عنده أسرار يقدر يخفيها بعيد عن أعين الناس، وده اللي بيخلي بعض النجوم بتظهر عنهم حاجات ومواقف محدش كان يتوقعها في يوم من الأيام، وتخلي النجوم دول يتمنوا لو كانوا مش مشهورين علشان محدش يعرف الأسرار دي. مثلاً الفنانة روبي، رغم إنها من أكتر الفنانات اللي الناس بتتابعها وبتحبها، وقدرت روبي تخبي حياتها الشخصية لسنين، لكن فجأة اتعرفت حكاية عنها كانت مخبياها لسنين طويلة ومحدش كان يعرف عنها أي حاجة. فجأة ظهرت أخبار بتقول إنها مرتبطة بالمخرج سامح عبد العزيز من غير محد يعرف، وقدرت إنها تحافظ على حياتها بعيد عن الأنظار، وكل الناس كانوا فاكرين إنها عايشة حياة عادية ومحدش كان يتخيل إنها مرتبطة وعندها أولاد. مع الوقت بدأت تتسرب أخبار والناس تلاحظ تفاصيل صغيرة، لحد ما انكشف السر وطلع إن روبي عندها أولاد من المخرج سامح عبد العزيز، واضطرت روبي بعد كده تعترف في النهاية هي وسامح، وكانت دي نهاية لرحلة طويلة من الكتمان والسرية. فحكاية تانية كانت عن الفنانة شريهان، أيقونة الجمال والفن اللي كان حواليها هالة من الغموض، لأن في أوقات كتير اتقال إنها كانت على علاقة بعلاء مبارك ابن الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكن مفيش تأكيدات رسمية خرجت. الناس سمعت إشاعات كتير وكل واحد فيهم كان بيحكي القصة من زاويته، وشريهان كانت حريصة جدا إنها تحافظ على حياتها الخاصة ورفضت تعلق على الشائعات دي لسنين. لكن بعد ثورة 25 يناير ظهرت في مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد ولمحت كده بطريقة غير مباشرة إن الشائعات دي ممكن تكون صحيحة، والكلام ده كان بمثابة صدمة للناس اللي فضلت سنين طويلة بتسمع الإشاعات دي من غير تأكيد. ولحد النهاردة الحكاية دي بقت واحدة من القصص اللي دايماً الناس بترجع تتكلم عنها وتفسر كلام شريهان بطرق مختلفة. أما الفنان الجزائري المعروف الشاب خالد أسطورة الراي والموسيقى اللي معروف بصوته وأغانيه اللي حبها الملايين، لكن قليلين اللي يعرفوا إن عنده ابن من علاقة غير شرعية واسمه أنيس، الابن اللي مرضيش يعترف بيه. كبر وسط تساؤلات وألم وشاف والده على التلفزيون وفي الحفلات، لكن كان بالنسبة له زي الغريب. أنيس كبر وقرر يطلع يتكلم ويوجه رسالة لوالده اللي عمره ما شافه، وقال: أبي الشاب خالد، ليه تخليت عني؟ ليه مش عايز تشوفني؟ كل الناس بتفتخر بآبائها وأنا معرفش افتخر بيك لأني معرفكش. الرسالة دي كانت بمثابة صرخة من قلب ولد صغير كبر وحاسس إن والده بعيد عنه رغم إنه واحد من أشهر الفنانين. القصة دي أثرت في الناس وخلتهم يشوفوا الشاب خالد بشكل مختلف، وخلقت نوع من التعاطف مع أنيس اللي فضل سنين يدور على جزء من حياته المفقودة. وبرغم شهرة خالد، لكن الناس عمرها ما هتنسى القصة دي ودايما تفتكرها مع كل خبر جديد عنه. أما عايدة رياض اللي هي واحدة من أشهر الفنانات وفضلت مسيرتها الفنية تتصاعد لحد ما تورطت في قضية هزت الوسط الفني والإعلامي في الثمانينات. تم القبض عليها بتهمة منافية للآداب في وقر مصر الجديدة واتحكم عليها لمدة سنة. عايدة رياض حاولت كتير إنها تمحي القصة دي من حياتها وتستكمل مشوارها الفني بعيد عن الواقعة دي، لكن القصة فضلت تلاحقها والناس كانت دايما بتتكلم عن القضية. ورغم مرور السنين القصة دي بقت علامة في حياتها ومثال على ازاي الشهرة ساعات ممكن تكون نقمة. وبرغم كده عايدة قدرت ترجع للساحة الفنية وتكمل مشوارها وتبني اسمها من جديد، لكن ظل الماضي دايما بيطاردها.